سائل يقول او امراه تقول انا حط فلوسي البنك ينفع اطلع صدقه منه حرام ولا حلال الحقيقه البنوك الربويه لا تتعامل معها يا اخواني ولا لا اعرف يعني شيئا من البنوك الشرعيه تتعامل تعاملا شرعيا الا يعني بعض تعاملات بعض فروع بنك فيصل كما ذكر ذلك شيخنا الدكتور علي السالوس رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر لي انا شخصيا ذلك. قال وقفت على بعض المعاملات الشرعيه وبعض المعاملات غير الشرعيه، ولذلك انا اقول بان الانسان عليه ان يتاجر في ماله، وان اضطر فليضع فلوسه في بنك فيصل ويخرج قدرا زائدا من هذا المال عن قيمه الزكاه. الكلام ده الحقيقة كلام متخصصين في الاقتصاد الإسلامي وكنت جالس بين يدي الدكتور السالوس وهو يكلمني ويحدثني شخصيا قبل ما يقرب من عشرين عاما في هذه المسألة قال مثلا أنا لا أعرف في التجارة وعندي أموال أين أضعها؟ قال البنوك التي بيننا اليوم بنوك ربوية ظاهرة ظاهرة واضحة تتعامل بالربا بنك فيصل أخفها يعني ساعتها قال يكفي في اصل النشأة ان هو نشأ اسلامي في اصل نشأتي ولكن قال الفروع كما بحثت انا بتجتهد احيانا إن اجتهادات خاطئة بعض الفروع او الفروع التي تتعامل في بنك فيصل فقال اذا العبد ماذا يفعل؟ الانسان ماذا يفعل الان؟ هل يضع ماله في بيته؟ في بيته؟ قال لا احنا نضع الأموال في بنك فيصل ونخرج عليها قدرا زائدا عن الزكاة من قال يعني على أساس أن الإنسان يتطهر من ما يمكن أن أتى على هذا المال من شوائب ربوية وضرب مثال قال يعني مثلا واحد مع مئة ألف جنيه وضعها في بنك فيصل المئة ألف جنيه دي عليها زكاة 2.5% 2.5% لما حطها في بنك فيصل زادت ال ألف زادت مثلا عشرة آلاف جنيه نقول له أخرج نصفها لله تبارك وتعالى تصدق منها وأخرج منها في سبيل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه آه سائل يقول هل يجوز للمصلي أن هو آه يصلي بالحذاء نعم يجوز والسؤال يقول كاتبها أنا بالشوز نعم النبي عليه الصلاة والسلام صلى فينا عليه صلوات الله وسلامه عليه ولكن احذر ان يكون فيهما نجاسه فقط انظر فيهما كنت ماشي على بلاط ارض نظيفه لم تمر على نجاسه صل بي النعال وقد فعل ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه